مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي من انطلاقات الإثارة، شوطنا السادس عشر من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا السادس عشر هو الخاص بانطلاقة وتحديات القعدان هنا. اذا بهذه الانطلاقة وبهذا الاداء الجميل الذي نتابعه على ارضية هذا الميدان، نسير معكم بهذا الانطلاق نتابع هجام هنا خليفة بن محمد بن خليفة بن محمد الغفلي من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني باروت هنا حمود بن خشير بن غدير الجحافي من يأتينا على المركز الثاني وعلى المركز الثالث المنطلق مواجع لسالم بن كرامة بن عظة العامري، وعلى المركز الرابع يأتينا هنا المختبر احمد بن محمد بن نقاش العامري منطلقا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل يأتينا مختار لمحمد بن الصغيرون بن حميد الدرعي مع مختار بهذا الانطلاق والجميل. أرى شعاري بن مرخان القادم بهذه الانطلاقة يقدم لنا بهذا الأداء. هنا يأتينا مداوي أو هنا بالضبي مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان لجتبي، والوصول من جلمود عبيد بن سالم بن سهيل العامري منطلقا بأدائه الجميل، ومن الجانب الاخر ياتي بهذا الانطلاق الفارس مهير بن محمد بن قميص بالصوب الاجتبي بهذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل. تاسع مراكزنا هو القادم مخلاب علي بن محمد بن حليس بن راشد الاجتبي، وعاشر مراكزنا الاسد حمد بن عبيد بن خلفان الشامسي. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى، وما خلف المراكز العشره الاولى هناك اسامي هناك شعارات متواجده. نعود الى التغيير الذي طرى وجرى مع جلمود بن غير عبيد بن سالم بن سهيل العامري من ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول باروت، على المركز الثاني حمود بن خشير بن غدير الجحوفي، والواصل هنا المختبر أحمد بن محمد بن نقاش العامري، وبالصوب من الجانب الآخر شعار بالصوب يأتينا بانطلاقة الفارس مهير بن محمد بن قميص بالصوب الاجتبي المنطلق بتحدياته القادم مختار محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، وهنا هنا هنا الاسد علي بن سالم بن شطيط لوهيبي اتانا باول نداء بهذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل. القودم شعار بن مرهان مع الظبي مطر بن مبارك بن سعيد بن مرهان الاجتري من ياتينا على سابع المراكز، المركز الثامن سكر عيد بن خميس بن عامر العمري، والوصول هنا من نايف سيف بن متعب بن سيف الاجتري، وعاشر مراكزنا القودم هنا مداوي حميد بن محمد بن حديد لنبي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة ثاني ندى لمراكزنا الأولى، لنا عودة إلى الصدارة وإلى جلمود لازال مسيطرا على زمام الأمور وعلى الصدارة مع الكيلومتر الأخير. هنا جلمود بهذه الانطلاقة والأداء عبيد بن سالم بن سهيل العامري، ويأتينا الأسد علي بن سالم بن شطيط لوهيبي على المركز الثاني. أما المركز الثالث المركز الثالث باروت حمود بن خشير بن غدير الجحوفي، والقودم هنا القودم 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 هنا يأتي الفارس مهير بن محمد بن قميص بالصوب الاجتبي، وكذلك هنا هنا الوصول الوصول من قبل مهاوش حمد بن عبد الله بن مبهوت العامري، ووصل وصل هنا دريم اوف دريمز هنا القادم بهذا الانطلاق لراشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي من قدم هذا الاسم هنا بهذا الانطلاق دريم اوف دريمز هنا المنطلق بهذا الاداء هنا وهذا التحديات الجميله. احد ابراج هنا ابو راشد ياتينا بهذه الانطلاقه وبهذا هذا الأداء الجميل والتحدي هنا بهذا الأداء.
وتشاهدون دريم اوف، دريم از هنا على الصدارة، راشد بن سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي، سلام لهباب سلام، سلام لهباب سلام، تهانينا على هذا الاداء الجميل هنا، راشد بن سعيد بن سهيل بن دلاوي الاكتبي على هذا الفوز المميز الجميل لدريم اوف دريم از هنا بهذا الاداء الجميل. شكرا عبد القادر. المركز الثاني اتانا هنا مهاوش لحمد بن عبد الله بن مبخوته العامري، والمركز الثالث مشاهدينا الكرام نايف لسيف بن متعب السيف لكتبي، وعلى المركز الرابع وصل هناك بالانطلاق الشمامي ناصر بن غبير بن حمدان اليحافي، وياتينا ادهم لحمد بالضعيه بن حمد بن غبير لكتبي على المركز الخامس هنا. هذه هي النتيجه، ونعود مشاهدينا الكرام مع ابو راشد وهذه الانطلاقه. التهنئه اولا لابو راشد سعيد بن سهيل بالدلوي على هذا الفوز المميز الجميل دريم اوف دريم از هنا، تهانينا له والناموس على هذا الفوز. راشد بن سعيد بن سهيل بالدلوي، 5 دقائق 55 ثانية، 3 من الاجزاء من الثانيه توقيت الزمني هنا، تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل. دريم اوف دريم از هو الفائز بهذا الشوط، بينما المركز الثاني 5 دقائق 58 ثانية، جزء واحد من الثانيه، من اتانا هنا بانطلاقه مهاوش حمد بن عبد الله بن مبخوته العامري. اما المركز الثالث فكانت انطلاقه نايف للسيف بن متعب السيف الاكتبي قاطعه، وهناك من وصل مشاهدينا الكرام بانطلاقته وتحدياته هنا ايضا مع مخرجنا النداوي حمد، او هنا من وصل النسمي ناصر بن غنجر بن حمدان، هنا ايضا اليحافي ب6 دقائق و3 من الاجزاء من الثانيه توقيت الزمني. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين. اشواطنا مستمره مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات